كوكو لي في وشعاكم، ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير وعلى خير. ما نكذبش عليكم، اليوم هي الساعه 12 في اسبانيا، والزوج الكريم عون اللي معروف باسمه يعني تحكمت له على فخيطهم لي، قلت له فوالا اروح نديروه فيديو ونشوفوا لا يعجبهم. الوغ هاي ليك لافخيطهم لي تاعو سيرفيس رابيد، اروحوا معنا نوريكم الطريقه. فوالا البنات كيما قلت لكم جي ديسيدي لا ديرنيير مينوت راح يدير فخيط اومليت لو مسيو. الوغ ناخذو حبيبات تاع البطاطا نقطعوهم بهالطريقه ونحطوهم في الماء. فوالا البنات تاخذوا لي بوم دو تيغ تاعكم وتقطعوهم بهالطريقه، تقطعوهم شويه صغار. فوالا كيما قلت لكم شوفوا كيفاش تقطعوا لي بوم دو تيغ تاعكم، تقطعوهم هكذا صغار دي بتي دي هكذا. شي خدمة سهلة هكذا سهلة بصيركم خير، وبيان سور تكونوا حطيتوا الزيت تاعكم يسخن. فوالا فوالا البنات هكذا حطوا البطاطا تاعكم تقلى، تحبوا لي تحبوا خلوها تقلى مليح. ها النار ما تكونش مش قوية بزاف. فوالا هو طيبها هكذا قاعدة كيف يبقى، وحطها كومبلية هكذا عوم. هادي لا فغي فخيط اومليت، لا فغي فخيط اومليت، دوك تبعوا الوصفة تاعو. هادي هي وحبينا حنا رانا فاكونس قلنا لكم ولا نديرو، ما نكذبش عليكم مازالنا ثلاث مازال لي ثلاث ايام ولا باش نروح. الوغ عندي لا فخيتوز ليك يا اختي بصح مانيش قادرة نغسلها، وبداك الدين غير نديروها في المقلة. صباح الخير يا اختي عجزت نغلو نغسلها، انا تهنيت في الانجليز غسلي وغسلي، كنت شفا واللايف اللي درتو لكم تاع نغسل في لا فخيتوز قبل ما نجيب النهار. هيا خلوها تتقلى دوكا تيك ونرجع لكم من بعد. فوالا فوالا شوفوا البطاطا كيفاش تقلى، تكونوا توجدوا مقلاة واحدة أخرى من هيك. فوالا البنات أبخي تاخذوا حبة بصل وتقطعوها بهالطريقة، تقطعوها دقيق هاذيك هاذيك ها شوفوا كاش قطار. سنة حتى تكمل البطاطا ومن بعد هذيك نحكوا الحكاية، الحكاية تتفسر. فوالا البنات ناخذوا مقلاة نحطوا فيها الزيت ونحطوا فيها البصل تاعنا باش يتقلى. فوالا نخلوه يتكاراميليزا مليح في المقلاة اللي راح ديروا فيها لافخيط اومليت. لافخيط اومليت يعني هادي ديروا الطبقه الاولى تحطوا تاع البصل وتخليوه يتقلى يتقلى. هاو البصل كيفاش راه يتقلى. شوفوا الخيط تاعنا كيفاش راه يتقلى. فوالا صافي الخيط. فوالا البنات هكذا نحيو لي الخيط وحطوهم ديغيك في البلاصه ما يما خدمة تاع الرجال هي كاع زيت. هلا شتو علاش انا منحبش هكذا كي نخدو راجل يعاون المرا ويطيب جامي دنيا كاع زيوتي. هاي بصح معليش هلا نحو البطاطا كاع نحطوها من الفوق. فوالا كسروا البيض تاعكم هكذا خمس حبات بيض على حساب المقلاة. صديقكم شحال شحال ديروا شوية مالح هذا ملح بزاف في الطب هكذا حس ما كيحط شوية
هو كيما لو ليمون تاع داك الفلك حل اون بون فورشيت البنات تحبوا تزيدوا شويه حليب ولا ديروا خليكيد شويه برد وديروا الفرماج هذيك الكريير دار شويه واحد 50 غرام كيما تحبوا هذا يعني الفرماج يدير اختياري مي جو بريفير ديروه هذه هي خذاها ديريكت وحطها في المقلاة وهنا صبها قاعدة من فوق فوالا البنات هاي ديك لابخيت اومليت تاعنا شوفوا كيفاش طابت منا فوالا واش راح دير دوكا نقلبها راح تقلبها هكذا كي قلبناها دوك يعاود يرجعها للمقلاة فوالا عاود رجعها للمقلاة فوالا تزيد طيب منا طيب واحد دمليت وانا نورمالمون دوكا وجدت لا فينال فوالا هادي هي الفخيت اومليت تاعنا نبغي فخيت اومليت فوالا هادي هي الفخيت اومليت تاعنا شوفوا كيفاش خرجت على يد الشرع هيا نشوفكم بعدين في طريقة التقديم فوالا 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 البنات هادي هي الفخيت اومليت تاعنا فوالا درناها سيرفيس رابيد راهي كيما يقولوا مينوي نوش تاع الليل في اسبانيا هنا لو جور اللي درنا لكم فيهم لي كريب نوتيلا بانان لايف انا ان شاء الله تنال اعجابكم ارواحوا معايا ندوقوها غول رانا عاودنا ولينا لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درنا بها الفخيت اومليت تاعنا ارواحوا معنا نقطعوها ونسينو لكم الطريقه السهله اللي نقدموها بها شوفوا فوالا هايليك وريها لنا مليح يا ما نديهاش ديريكت واو فوالا هذه هي لافخيت طوبليت ما عندي ما نقول لك عندها جاتك طوب ولا سيات اللي نحطو فيها انا ندير لي زوج جات قزيت قطع وحده يا عمر مسخره صغيره الوحده فوق اختها خصنا نوريها لهم منا بزاف شابه شوفوا منا كيفاش خرجت ما شاء الله دارها على يد شعر فوالا زيد قطعنا امورسو واحد اخر راح نشبعوكم لي غوسات انا ولولا ويدخل معنا عومه فراش فوالا راني نشوفوا البصل كيفاش كراميليزي واو 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 زيد حطها من الفوق هادي هي وهذا هو الطبق تاعنا فوالا هادي هي اذا عجبتكم بيان سور الوصفه والطريقه اعملوا لنا جيم وشاركونا في القناه تاع فازو مع فازو دايما جديد فوالا البنات راني عاود رجعت لكم هاي لافخيت اومليت تاعنا ما شاء الله فوالا وهاي اللي كيفاش ربعها هنا دوك نزيد نوريها لكم مليح فوالا البنات هيا ندوقوها كيف كيف شوفوا انديليس شوفوا كيفاش مفرمجة الله الله تعالوا تجربوها وما تندروش شوفوا البنات التغماس شوفوا التفرميج واش نقول لكم شوفوا ما عندي ما نقول لكم انديليس شوفوا شوفوا التفرميج شوفوا البصل كراميليزي ولا اروع
كتب عليك ما احلاها هكذا. واش عجبتك؟ بناولنا بزاف ما حطمناها. انا اللي نحطم هذا المرسوم برك اللي قعد. وهو شحال بديت من واحد هذا دو ترونس و دو ترونزيام بصحتك. هادي هي شوف ان بون شينوا لا لي جي شينوا طرطق لها بحدا فونطال. الله الله ايه باردة برودي ايه بصحتك